كبيره وكبيره، لان كيدير مجهود كبير باش يتواصلوا مع اللاعبين ومع القدماء اللاعبين. تحيه لمدينه القصر الكبير، وتحيه للسي محمد الشرقاوي بهذا التكريم هذا العظيم. وحنا دائما فرحانين وموجودين وواجدين باش نتعاونوا مع اي واحد مدينه القصر الكبير طلب مغرسي، والا باش خصني نقوم بالواجب ديالي ونجيب الاخوان اللي غادي يحضروا المقابله. هذا ثاني تكريم من بعد حميد ود الحبيب. هذه مبادره طيبه، لان باش تعمل واحد المجهود مع الاخوان اللي هما في المهجر والاخوان في البلاد والناس اللي السلطه ولا الاخوان كاملين اللي قاموا بهذه المبادره هذه الطيبه، وكرموا محمد الشرقاوي يستحق. ونتمنوا مع الله الاسبوع الماجي يكونوا ثلاثه اللعابه ولا جوج في دقه واحده باش كل شيء يستافد. وبالنسبه لي انايا مبروك السي محمد الشرقاوي على هذا الحفل الاخوان اللي قاموا بهذا القدماء اللاعبين ديال النادي الرياضي المصري بهذه المبادره الطيبه. ونتمنى في حي الرحيم في هذا النهار هذا في هذه المدينه العظيمه كما كيعلم الجميع. الناس فرحانين وعجبهم الحال، الجمهور شافوا واحد المقابله في المستوى اللي لاعبين اوليين ولاعبين اللي حصلوا على كاس افريقيا مع الجيش الملكي كيحضروا اليوم كيشرفوا المدينه ديالنا وكيشرفوا المدينه الكبيره. سي عبد السلام، اذا كان ممكن سي عرفي تكلمنا على الناخب الجديد ديال المنتخب الوطني المغربي البوسني الفرنسي خاليلوفيتش، اذا كان ممكن. حضر رفقة إخواني بالنسبة لتكريم أحد أقطاب التسيير والترقيم المدرب الجديد لمنتخب المغرب. إذا باسم الجميع نتقدموا أيها الإخوة الأعزاء وخاصة قدماء نادي الجيش الملكي وقدماء نادي القصر الكبير لاعبين خير لهذه البلاد هذه والمنتخب المغربي. نتقدموا جميعا بآية الولاء والإخلاص لراعي الرياضة والرياضيين وقائد على ورئيس أركان العامة للقوات المسلحة على المستوى اللي قدم المنتخب المغربي، لان المنتخب المغربي دائما غيبقى منتخب مغربي اصول اطلس وقوي. اللهم كاين بعض التشويش وبعض العناصر اللي ما عندهاش واحد الحب على القميص ديال البلاد وعلى المنتخب المغربي. كنتمناو مع الله هذا المدرب الجديد اللي التحق يخلق واحد التغيير واحد الجو واحد المستوى المنتخب المغربي باش يكون في المستوى ويمشي لقدام ويفرح الجمهور المغربي. لان حنا ما كنا بدون جمهور ما عمرنا غنكونوا لا في المنتخب ولا في اوروبا ولا كما بغيتي تكون. جمهور مغربي هو الاول خصو يفرح كما كتشوفوا المنتخب الشقيق الجزائر اللي داروا واحد النفسيه كبيره جميعا في القوه ديالهم وجابوا كاس افريقيا ودخلوا الفرحه على الجزائر وعلى المغاربه وعلى المغرب العربي وعلى الاخوان المصريين. ولكن يجي يدخلوا لنا واحد الفرحه كبيره لان هذا بلد كينتمي لنا عربي. نتمنى مع الله المنتخب المغربي يرجع للقوه ديالو. شكرا، تحيه لكل هذه